السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم طبعا راح نعلمكم كيفية نسخ الرابط الخاص، طريقة سهلة يعني، كثير من الأصدقاء يعني طلبوا مني هذا الشيء، فإن شاء الله راح أسوي لكم فقرة تعليمية لهالشيء. بس قبل كل شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك والتشجيع عندنا، نستمر بنفس المزيد إن شاء الله. ندخل طبعا على الخاص، قبل ما تحصل الرابط الخاص موجودين، تدخل على إضافة مدلل الهاتف، أي اسم تدخل على الأسماء اللي يكون عندك محفوظة التليفون، هذا رابط الخاص بصير عندك. تعطيه نسخ، تعطيه نسخ الكل، تحديد الكل، نسخ شيء تحطه عندك على شيء حافظة يعني، أو عندك إذا في حافظة بالكيبورد أحفظ، صار رابط الخاص موجود يعني. تدخل عليه يقول لك يمكن الأشخاص الذين يتلقون هذا الرابط التواصل معك عبر يوتيوب. إن شاء الله كنا فدناكم هذه المعلومة القيمة، جزاكم الله خير، حياكم الله وإياكم. كان معكم من خلف الشاشات موسى الثلاج، لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم.